فالرئيس عبر عن امتعاضه بشكل مهذب جدا وقال الكلام ده قديم جدا. طبعا منطقي. الكاميرات فين الإشارة دي الحقيقة رغم أنها كانت قبل شهور إنما كانت أمام عدسات التلفزيون. صحيح. فكان الرئيس يريد أن يوصل رسالة واضحة أن الفجوة في الحيوية بين هذه التنظيمات وبين أجهزة الدولة، مع تقديرنا الكامل لكل تضحيات جهاز الشرطة والأفراد. طبعاً. أنا حتى طبعاً. المشهد الأخير بتاع كنيسة مرمرقس في اسكندرية ليه ملاحظات على المشهد اللي احتفى به البعض، لأن يفترض أنا بلجأ للبوابات الإلكترونية ليه؟ عشان أحمي العنصر البشري. فإيه معنى أن يلتصق عدد كبير من العناصر البشرية جنب البوابات؟ يعني قيل أن مدير الأمن نقل البوابة الإلكترونية بعيدة عن الكنيسة. ده مفهوم عشان حتى لو في موجة انفجارية هتأثر، يبقى عندي خسائر بشرية أقل بعيد. طب إيه الداعي أو إيه معنى أن أنا يبقى عندي هذا الزحام حوالين البوابة الإلكترونية وأنا عندي فرصة أن ده في شارع بيدخل أو في حرم آمن موجود أحط على رأسه البوابة واستعين بكاميرات أو كاميرا واحدة؟ ده بفر زون عشان أقلل الخسائر. ده يعني ده أنا بدي مثال ليه، أنا بركز في الجزئية الصغيرة دي ليه؟ عشان أقول أن الرؤية أو الاستراتيجية الأمنية فيها مواطن كتير محتاجة لإعادة النظر. أنت قدام تهديد كان تهديد واضح ومحدد مش افتراضي. محمود شفيق اللي نفذ عملية كنيسة البطرسية قال في الفيديو إن إحنا بدأنا ومش هنبطل. يعني بدأنا في استهداف الأقباط والحبل على الجرار ماشيين. وكان التهديد واضح في أكتر من إصدار طلعه تنظيم داعش آخرهم وقاتلوا المشركين كافة. فكل الرسائل دي افترض إنها بتتحلل وبيتقال أنت عندك أكتر من 400 هدف مسيحي بيمثلوا دور عبادة، أكتر من 400 كنيسة في مصر. طبعا هو المرة دي التنظيم كان يريد أن يحدث أكتر من عملية متزامنة في أكتر من مكان، وأزعم أن لولا نزول قوات الانتشار السريع الخاصة بالقوات المسلحة على الفور وفق معطيات كانت بتقول أن هيحصل تفجير متزامن في أكتر من جهة، لأن كان في كلام عن أسيوط، كلام عن القاهرة، كلام عن المنيا، كلام عن مطروح إلى جانب الإسكندرية وطنطا، أنه يبقى في نفس الوقت في كل هذه السلسلة متزامن، انفجارات متزامنة بيفصل بينها ساعات، فيبقى أنا عندي طنطا، إسكندرية مثلا، مطروح، القاهرة، وهكذا. لذلك نزلت بسرعة عناصر الانتشار السريع، عناصر الانتشار السريع قوات المسلحة، عملت حالة من حالات رفع التعبئة ردعت عدد من هؤلاء أن هم ينفذوا طبعا المحاولات بتاعتهم. انت قدام واقع بيقول ان في تهديد جدي وفرض الطوارئ ليس طرفا في يعني في هذه المساحه. صحيح. هو شكل من اشكال التعاطي السريع مع خطر حقيقي مش افتراضي. لكن ده ما ينسينيش ان المنظومه كلها محتاجه اعاده نظر. يعني انا لا افهم ان جرنان يطالب باستقاله وزير الداخليه يتقفل، رغم انه من المعروف ان الجرنان ده على يمين النظام مش على يساره، مش على يساره اطلاقا. وبالتالي انت قدام مؤشرات. يعني انا دور الحريصين على هذه الدولة أن ينبهوا الدولة ويستدركوا على الدولة في مواطن الضعف والقصور لتحسينها، مش ده مش منطق عداوة. يعني أنا منبه لثغرة ده مش منطق عداوة، ده منطق حب وحرص وحدب على هذا البلد، ده وقوف في نفس المعسكر. فعندما تتحدث يعني طول الوقت وتقول إن في ثغرات يجب يعني تكسرها أو سدها، أنت جزء من هذه الدولة وجزء من هذا النظام، ويجب أن النظام بكل أطرافه يدرك ذلك. هذه الأعصاب المكشوفة ما تساعدش على الحل ولا التعاطي مع خطر حقيقي هدد، مش هدد وهدم دول. يعني الأمريكان بيقولوا أنتوا بس اللي بتتكلموا أن في دولة اسمها سوريا ودولة اسمها العراق، إنما مفيش دولة اسمها سوريا ودولة اسمها العراق حاليا. فإحنا في مصر بعيد عن هذا الخطر، لكن التنظيم بعد ما تراجع في سوريا والعراق مهمته أن يستعيد ثقة عناصره فيه، مهمته أنه يعيد تعبئة مشاعر ما يسمى بالتيار الجهادي أو المجموعات الجهادية ويطرح نفسه كراية. لأن فكرة الراية في وعي هذه العناصر مهمة جدا، وفكرة رفع الراية هي اللي ساعدت على صعود هذا التنظيم بالأساس على حساب القاعدة. صحيح. فهي النهاردة بعد هذا التراجع هتحاول تعمل ده في أكتر من مكان.